السلام عليكم إخوان، الله يقعد عنا هذا الوباء، الله ييسر الجميع. يا سيدنا راه لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدنا هذا اللقاح التالين أعرض الله إلا ما تلقوا لنا هذا اللقاح. أنا بغيت بعدا اللقاح اللي بغيت يداويني أنا، هي اللي بغيت يداويني، يكون مغربي ولا يكون صيني ولا يكون كاع عمو مجوسي، هي اللي نتداوي أنا أخوتي. راه تقاديمي، راه صحاب تخيتي قاد، راه وقفوا هاد الناس، راه ما باقي لا حنين ولا رحيم ولا، شوفوا بحال هاد الناس الله يجزيكم بخير. راه هاد الناس راه وقفات، الناس راه خصها باش تشري الحليب، باش تشري ليكوش، باش 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 باش، تنترجاو الله وهاد المخزن ديالنا وعاشا جلالة محمد السادس، الله ينصرونا وينصرنا الأسرة العلوية. يا سيدي قال لك هذا واحد السيد دخل سوق الجمال، تيدور فوسط سوق الجمال، تيدور ما بيه ما عليه، تيسمع واحد الدلال تيقول يا من بغا يشري عبد مشطر ورخيص هاد العبد، هو يقول انا دابا تنقعد في سوق الزربيه وخصني اللي يجيب ليا تسخر ليا وكذا وكذا وكذا، راه نشري هذا العبد. هو يشري هذاك العبد، جابوا معاه صيفطوا للحمام، دا مع سوق الزربيه السيد قاعد دار رجل على رجل، حط العبد حداه. يا السيد ضروا العطش، هو يقول لي واه عبد، قال لي نعم سيدي، قال لي نوض جيب ليا شريبه. ويبقى ذاك العبد تيفكر شي نص نهار، ويقول لها قلت لك نوض جيب ليا شريبه، قال لي المعلم بغيت نوض نجيب لك شريبه ونجي ونتي الغرف ونجي نوض المعلم شرب انت واجي في حالك. مراكشي شخصيا، انا كنفضل اللقاح البريطاني اللي هو استرازينيكا على اللقاح الصيني، ماشي حين الصين ما كتصنعش، ولكن بعد العطله اللي وقعات وبقينا كنتسناو كلشي فقدنا الامل في هذوك الناس اللي غادي يجيبونا ديال الصين، ولاو الناس الاغلبيه هنا في مراكش بغاو استرازينيكا اللي تتصنعوا بريطانيا في الهند. وكمراكشي نعاود نقولها، انا شخصيا غادي ناخذ استرازينيكا، نتمنى نكون من الاوائل ونكون محظوظ. ومساله اخرى هو ملي وصل اللقاح البريطاني هو الاول، تنظن بانه هو الاول علاش تعول، كي تيقول مثلا المراكشي ولا المغربي الاول علاش تعول، دونك تيبان ليا من الاحسن انا بعدا شخصيا استرازينيكا، حين اللقاح الصيني باقي شويه بعيد ومازال ما عرفنا عليه والو. دونك تنرجح وكنقول وكنصح الناس حراسهم، وانا شخصيا مع استرازينيكا. اللقاح البريطاني هذوك الناس خدموا عليه وداروا مجهود كبير، واللقاح الصيني حتى هما داروا مجهود كبير باش يوصلوا للحل اللي يساعد الناس. وحنا ما غاديش كنا نحكموا على شي لقاح حيت حنا غير شعب، ولكن عندنا حنا الثقه الكبيره في سيدنا نصر الله اللي قال لنا هذا هو اللي زينو يصلح لكم، غادي نستعملوه وغادي يكون اول مراكشي ان شاء الله غادي يستعمل اللقاح اللي غادي يبغي سيدنا وغادي يصيفطو لينا، غادي يكون اول واحد في الشعب المراكشي هو هذا العبد المذنب اللي واقف قدامكم. وتنطلب من الله العلي القدير باش يكون لقاح يساعد الناس، باش انه بلا لقاح ما غاديش يمكن السائح يجي، وحنا عرفتوا مراكش بلاد السياحه وانتم تتشوفوا الناس غير قاعدين الله يكون في العوان، وباش ما كانت لقاح غادي يكون واحد المسيره موفقه للناس مالي البازارات والصنايعي اللي هو اهم حاجه في هذه المدينه السياحيه. والنكته اللي قلت لي اللي بغى الجمهور هو هذا واحد المعكاز، ناس فيقات امه قالت له نوض وليدي جيب لي الحليب، هو يقول لها اي دابا انا خصني ساعتين باش نفيق، ساعتين باش نلبس حوايجي، وساعتين باش نمشي نتقدى، وساعتين باش نجي. هو يقول له خوه الكبير البرق هذا. سيدي هاد الناس راه شنقول التلقيح، تنقولوا بلا الانسان اللي فيها الخير ياتي بها الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله بغينا حنايا الخير لهاد الامه هادي. والناس راه تضرات بزاف، لا صناعيه ولا مسكين، وكثير هاد الميدان ديال الموسيقى الناس راه مساكر ما شاء الله بزاف، بقات تتهلل تتدي في الراس وتتجيب ماشي. وهذه الهضره انا باش تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يحيد هذا الوباء ويرفع هذا الشيء ان شاء الله. وهاد المهنة ديالنا حنا راه ما شاء الله في الفولكلور بنادم راه دقيقية ولا طبالة حنا ولا شي، يقول ليه الناس راه تتدي في الراس وتتجيب، الناس راه قاعدة لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. والسلام عليكم، وساعة الربح مع التيسير هي هاجي النكتة، ساعة الربح مع التيسير هي هاجي. أنا اللي بغي نقول للناس والجميع، فهمتي، ما عندناش إشكال في اللقاح ولا في
بريطانيا ولا الصين ولا سميت. المهم عندنا هما يتلقونا نترزقوا على الله، حيت تقريبا عام فهمتي حنا كنديروا الحفلات كنديروا العراس وسميتو عام دابا هذا ما خدمنا ما والو، الناس مكرفصين الله يحسن العوان بزاف. وما اللقاح اللي جات من عند الله مرحبا بها، ما عندناش مشكل لا بريطانيا ولا الصين. المهم هو يديروا معنا شي حل حيت حنا ما داروا معنا حتى شي حاجه والو، الفولكلور كله قاعدين الناس مضرورين، الله يدير اللي فيها الخير. وكان هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.